برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينب رئيسة مجلس النواب، عقد مجلس النواب جلسته 15 من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس بحضور سعادة الدكتور ياسر الشيراوي القائم بأعمال الأمين العام لمجلس النواب. استهلت الجلسة عملها بعرض الرسالتين الواردتين من معالي رئيس مجلس الشورى بشأن التعليم ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، وتمت إحالتهما للجان المعنية. في بند الأسئلة استعرضت الجلسة ردود عدد من الوزراء والتي تمثلت في رد سعادة وزير التربية والتعليم حول مدى صلاحية مباني ومرافق المدارس الحكومية، ورد سعادة وزير الإسكان حول عدد الطلبات الإسكانية وحول الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة بخصوص إعادة إعمار وتأهيل الفرجان القديمة بمحافظة المحرق. وقد وافق مجلس النواب على عدد من الاقتراحات برغبة والمشاريع بقوانين، واستعرضت تقارير اللجان بالمجلس. استطعنا ان نقلص من قوائم الانتظار، واليوم ما تبقى موجود في قوائم الانتظار يعتبر يعني قوائم حديثة نسبيا، فهذه حقيقة ايضا لما ننظر لها تحرص الوزارة ان شاء الله ان من خلال هذا التفصيل وهذا التحليل ان تستهدف هذه الشريحة ان شاء الله من خلال برامج موجهة للفئة العمرية الشابة إن شاء الله. كان سؤالي لسعادة وزير التربية والتعليم عن المدارس الآيلة للسقوط، وإحنا البلد الأول بين دول المنطقة اللي بدأنا التعليم النظامي قبل 100 سنة، ما كانت عندنا فصول خشبية. لذلك أتمنى أن تكون هناك تحرك سريع وإيقاف كافة الفصول دي المتنقلة أو الفصول الخشبية، أنها توقف، ويجب العمل على توفير بيئة تعليمية صحية. فهذه المدارس اليوم تحتاج إلى إعادة صيانة، تحتاج يمكن إلى هدم وإعادة بناء مرة أخرى حتى نوفر بيئة سليمة للطالب البحريني واللي يتلقى من خلالها التعليم.